اللي حاصل والناس مشغوله بالاهلي وبالترجي وبالمشاكل والسوشيال ميديا مولعه نار والناس اللي متظبطه مظبطه الامور زي ما اتقال، ما جبناش حاجه من عندنا. ده اللي اتقال، هذه بضاعتكم ردت اليكم. في الوقت ده اتفرجوا انه ما من مباراه تقريبا الا والزمالك شكل التحكيم عامل ازاي مش هنقول راينا، هناخد خبراء التحكيم واحدة واحدة علشان بنطالب بالعدالة بين الكل ونشوف هي المجاملات رايحة فين برضو بألسنة خبراء التحكيم نفسهم. ضربة جزاء غير صحيحة للزمالك قدام الاتحاد، مش رأينا، رأي الكابتن ياسر عبد الرؤوف في القناة الأولى، نسمعه. وعلى قراره ركلة الجزاء، هي دي اللي انا كنت بتكلم فيها كابتن كريم، ان انا شفت حاجه والناحيه الثانيه شفت حاجه ثانيه، فانا هتكلم دلوقتي على تمام. نشوف الاعادات، احنا لقينا ثقوب، بس انا عايز ابين حاجه من هنا، عملها كهرباء برضو عشان الناس بتتكلم في الايد، نقف خلينا بس واقفين وهو لسه واقف، نرجع وهو لسه واقف. الناس بتتكلم على ايد المدافع تمام، وفي نفس الوقت كهرباء حاطط ايد، نكمل ونبص على ايده الشمال، نكمل ونمشي سنه ادي الايد الشمال برضو بتحاول ان هو يزق ويخلص نفسه. نروح بقى للاعاده اللي بعد كده، بس هي دي، ونقف نرجع سنه. هي الكره عدت، خلي نرجع بقى. طبعا هي الكره عدت، يعني المدافع ما خدش الكره. هي دي اللي انا بتكلم عليها بقى يا كريم، نمشي الرجل، نكمل. هي بص هي دي الرجل النهارده خبطت فين؟ خبطت في رجل كهربا. هنبدا نقول جوه ال 18 ولا بره ال 18؟ ساعدني فيها وقول لي من الكادر ده هل هنقدر نحدد من جوه ال 18 بره ال 18؟ انا ميال ان هي بره ال 18، انا ميال هي، بس اقدر اجزم؟ لا، ما عنديش جزم ان هي بره ال 18. يعني انت تقول ايه؟ تمشي مع ابراهيم نور الدين ولا لو هي فيها مخالفه من الصوره اللي انا شايفها دي، لا هتبقى بره المنطقه مش جوه المنطقه. بره المنطقه. هتقول لي ما النتيجه 5-1، طب النتيجه كانت ساعتها كام؟ والاتحاد كان له ضربه جزاء لم تحتسب، ما هي انت ممكن تغير نتيجه الماتشات بالحاجات البسيطه دي، واحده هنا واحده هنا، تبص تلاقي بدل 1-1 او 2-1 لا ده 5-1. طب ما تخليك في النتيجه 1-0 والحكم في الزمالك والمقصه هدف غير صحيح للزمالك. نشوف تعليق الكابتن ياسر عبد الرؤوف عليه في قناه الحدث. نمشي يا كابتن، نمشي وهو بيلعبها بدماغه ونقف. هو بيلعبها بدماغه ونقف. حضرتك بتتكلم يا كابتن حماده ان هي ركله ركنيه وبالتالي مفيش منها تساهل. ده المتعارف، ده العرف يعني. تمام. لو الكره راحت مباشره من دماغ كاسونجو للمرمى ودخلت، ما عندناش مشاكل، الكره هتبقى جول. طيب احنا عندنا دلوقتي في مهاجم من الزمالك في موقف تسلل، في مدافع واقف على خط الجول. واحد مدافع واحد. احنا بنقول ايه؟ موقف التسلل بيبقى موجود امتى؟ لما ما يكونش فيه اثنين مدافعين ما بين المهاجم وخط مرمى المنافسين. تمام؟ اللي عندنا دلوقتي ان في واحد بس اللي واقف، اللي هو المدافع اللي بتتكلم عليه، مظبوط؟ وعندنا مهاجم في موقف تسلل. تمام. بس ما اشتركش في اللعبه. هو ده بقى اللي احنا هنشوف. ما اشتركش في اللعبه. هنشوف. طيب ماشي. لو هو تداخل يعني لعب الكوره هتبقى تسلل، لو تداخل مع المنافس هتبقى تسلل، مظبوط كده؟ ماشي. ايه رايك يا كابتن حماده؟ اشترك ولا ما اشتركش؟ طيب والنتيجة 0-0 للزمالك مع إنبي، النتيجة كانت 0-0، ضربة جزاء صحيحة لإنبي ما اتحسبتش، وقال رأيه فيها الكابتن أحمد الشناوي في أون سبورت، نشوف. الحكم كان لازم يكون عنده حركة، يتحرك يا بالشكل ده يبقى هنا كده، يا يكون يقطع مثلا بالشكل ده هنا، المهم ان هو لازم يكون رهن. لان الحاله بعد كده هتبين قد ايه المشكله، اللي هو فقدان القراءه والتوقع. بص هنقف هنا، المسافه اكتر من 15 متر، مخالفه طبعا الحكم الاضافي يصعب عليه تحديد مخالفه هنا، لان الحكم بشكل بعيد خالص الناحيه الثانيه ما يقدرش يحدد المخالفه من عدمها. في الحاله هنا لما نشوفه في الاعاده هنلاقي ان جنش
ارتكب مخالفة ضد مهاجم انبي. هتبص للمهاجم بياخد الكرة وجنش بعد كده بيخبط رجله أو بيركلها، فبالتالي بيقع لاعب انبي، ودي ركلة جزاء لم تحتسب. ليه؟ مش الحكم شافها وما حسبهاش. الحكم ما شافهاش لأنه ما كانش عنده القراءة والتوقع للنكس فاز اوف بلاي اللي هو الشكل التالي للعب فين هيبقى. لازم يبقى قريب ويروح يشوفه عشان يقدر يحتسب. فطبعا هنا باين الرجل جدا بتاع الجلنش لطشة، هي لطشة طبعا سريعة وبتبقى صعبة، عشان كده الحكم لازم يكون قريب وشايفها. صعب يا ابو كباتن. ابو كباتن ده اتحسب على النادي الاهلي في نهائي افريقيا، الاثنين خبطوا في بعض وقالوا الشناوي اصطدم بتاعه، ده تهور. امال دفعه صريحه صعبه على ايه؟ وفي واحد خامس بيقف وكره كهربا اللي اتحسبت ضربه جزاء الحكم الخامس قدامها. يا اخوانا لا، انما مفيش اراده ان كل واحد ياخد حقه بصرف النظر عن النتائج، لان انت ساعتها النتيجه بتكون كام؟ هو ده اللي بيغير الماتش وبيموته. بالظبط، لانه حتى في نفس المباراه الجون الزمالك تسلل واضح جدا. يعني ضربة جزاء وتسلل. زي ما قال الكابتن الشناوي نفسه، نسمعه. فطبعا انا عايز اقول إن, ان 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 ممكن جزء من الجسم بسبب انها ساعات بتبقى في العاب صعبه، وبنقدر هذا الامر، لكن هو طبقا للقانون في تسلل. علينا ان نحترم القانون ونحترم المقدره البشريه. العامل البشري هنا صعب، مش هيقدر يجيب الخط ويعمل اللي احنا هنشوفه دلوقتي، لكن التسلل موجود. نشوف الحاله. طبعا الـ الاجزاء اللي هي لا يعاقب عليها بالتسلل اذا كانت متقدمه اللي هي الاذرع والايدي. طبعا هو هنا واضح ان ابراهيم حسن زي ما مكبر كده في جزء من دماغه مسابق. احنا بنعمل كده ليه؟ لان احنا جبنا حاله قبل كده واتكلمنا فيها لفريق، فبيحس الناس ما تحسش ان احنا هو برجله يا كابتن مش بجسمه. يعني لا رجله ورا، لا رجله سابقه، مش هو، لا رجله حد تاني، هو رجله ورا لعيب تاني. بس هو كابتن لاعب، لكن ابراهيم حسن اللي جاب الجون اللي هو اللعيب اللي ايديه ودماغه مسابقه. لكن التسلل ما اقدرش اقول ما فيش تسلل. الخط اللي احنا عاملينه ابص متقدم والشكل والتكبير زي ما عملنا يعني في حالة تانية قبل كده. احنا لازم نكون، انت كنت قاعد برضه قلت لي يعني تسلل ولا مش تسلل؟ قلت لك تسلل. يعني الاتحاد لإنبي لإيه تاني؟ بيقول له زي ما عملنا في حالات تانية. هو طبعا عارفها ضد مين. فمش يعني عايز يقول له يا راجل ده انت قعدت تجرجرني عشان اقول لك الهدف وتسلل واللعيب كان متسلل مع المنافس. فدينا اهو يعني اقبل الحقيقه بقى. صحيح، مش الاتحاد وانبي بس، كمان للزمالك مع المقاولين. الماتش ده خلص كام؟ 3-1 4-1 4-1 الزمالك مع المقاولين. الكابتن احمد الشناوي ضربه جزاء غير محتسبه رغم سلامتها للمقاولين في المباراه اللي انتهت 2-1. يبقى ادي المقاصه اتغيرت النتيجه، وادي المقاولين اتغيرت النتيجه، والاتحاد وانبي كان ممكن القرارات تغير النتيجه، لكن دول غيرت النتيجه بشكل مباشر. نشوف. وانا عايز اقول ان امين عمر يعني في مكان يسمح له في الحته دي، لو انا حتى هجيبه كده يقدر يشوف كويس بشكل اوسع، ومن هنا برضه في مكانه برضه يقدر يشوف. انما في ناس تقول لك ممكن ما شافش. لا، هو عمل كده معناها ان شاف ان الكوره ليست لمسه يد، لكن هي لمسه يد. ولو انت وضعنا الاعتبارات اللي احتسبوا عليها ركله الجزاء الاولى، هي تعتبر فوتو كوبي لركله الجزاء، نفس ركله الجزاء الثانيه. اللعيب بتاع الزمالك ايده بتروح للكوره مش في الوضع الطبيعي، وبالتالي ركله الجزاء لابد انها كانت يعني موجوده او تحتسب، والحكم هو بيقول مفيش حاجه يعني معناها الكره. شوفوا هتشوف ان لسه في لقطه ثانيه، ادي اللاعب وايده اهي طبعا بالظبط بتتحرك اهي، ايده بتتحرك راحت للكوره، وبالتالي ركله الجزاء. وادي من هنا طبعا زاويه رؤيه امين عمر يقدر يشوفها، لكن هو تقديره كان فيها كده. ادي المباراه نتيجتها كانت 2-1 وفي ضربه جزاء لم تحتسب لصالح المقاولون العرب. طب ما هو انا لو انت تقعد تديني الحاجات دي البسيطه دي، ما لا ما هتلاقيني بنافس وكسبان كل ماتشات انا كمان. طيب برضه هنا
نشوف وادي دجله. مفيش نادي تقريبا سلمة من مقصلة الحكام امام الزمالك. طيب وادي دجله امام الزمالك في الدقيقه 83 كمان ضربه جزاء لدجله. نشوف راي الكابتن احمد الشناوي في اون سبورت فيها. عامل بوز، مين راح يلعب الكره على صدر مين هنا؟ مين اللي اعاق تقدم اللاعب الناجح في لعب الكره؟ يبقى اذا هنا دي ركله جزاء حصل هنا امتى تبقى غير مباشره لو ما كانش حصل التلامس بالقدم مع لاعب دجله. طالما حصل تلامس كونتاكت خلاص تتحول من غير مباشره لمباشره وبالتالي ركله الجزاء. راي حضرتك النهارده في اداء محمود عاشور؟ لا اداء طبعا كان كويس جدا، حتى ركله الجزاء لم تؤثر في نتيجه المباراه، النتيجه 4-2 كانت تبقى 4-3 اذا، لكن هو خطا تحكيم مش اكتر من كده. خطا تحكيمي، ما هو برضه لما بيحصل يا استاذ ابراهيم هو بيحصل امتى؟ يعمل النتيجة كام؟ لا مؤثر طبعا. ده كان باقي 10 دقايق. طيب ضيف للرصيد ثالث ماتش ضيف للرصيد الزمالك بيلعب حرس الحدود، ضربة جزاء ملهاش علاقة للزمالك قدام الحرس، كانت النتيجة وقتها 2-1. نشوف رأي الكابتن ياسر عبد الرؤوف فيها، قالها في صدى البلد. ضربة الجزاء هي الأكثر إثارة للجدل بطبيعة الحال، وسجل منها هدف تعادل نادي الزمالك، ازاي تابعت اصطدام الكره بيد مدافع حرس الحدود؟ طيب خلينا دايما واحنا بنتكلم على لمسات اليد دايما في كده نقط اساسيه موجوده معانا مش هنخرج براها. تمام. دايما الاحتساب لمسه اليد اول حاجه بندور عليها هي التعمد. لو التعمد مش واضح بالنسبه لنا نبدا نبص على الاعتبارات اللي احنا بنتكلم فيها وبنوجع دماغ الناس، اللي هي بقى الكوره راحت لليد ولا الايد راحت للكوره ولا الايد بره الجسم ولا الجسم الايد جزء من الجسم والكلام ده. تمام. انا شايف طبعا من المسافه اللي اتشاطت فيها الكوره وهي حوالي ما تزيدش عن 4-5 ياردات ان اصطدام الكوره بايد المدافع حرس الحدود ان هي ما فيهاش اي نوع من انواع التعمد. هي طبعا خبطت في الايد، ولكن كانت الايد في لحظه الاصطدام كانت جزء من الجسم. يعني هو الولد بيحاول ان هو يلم ايديه على قد ما يقدر جوه جسمه. ايوه. والكوره خبطت في ايده، ده رقم تمام. واحد. رقم اثنين، لو قلنا ان الكوره عدت من ايده هتخبط فين؟ هتخبط في جسمه. مظبوط. مش في صدره. يعني لو كان هو افترضنا ان هو بيحاول ان هو يلم ايديه ولمها فعلا ولكن هي قطعت مسار الكوره، ساعتها نتكلم في ان هو هنا اهو منع الكوره من ان هي تروح للمرمى. ولكن هنا لا، ده هو كمان حتى لو هو شال ايده او الكوره ما خبطتش في ايده هتخبط في صدره او في جسمه. فبالتالي طبعا هنا يعني التعامد مش موجود، الاعتبارات مش قادر حتى ان انا اكيفها على الواقع ان هي تبقى فيها تعمد. فانا شايف ان كان استمرار اللعب كان هو اللي يجب على طارق سامي ان هو ياخده. بص يا باشمهندس، يعني البنالتي ده اتحسب كان الحرس متقدم 1-0 وكانت الدقيقه 80، تتحسب ضربه الجزاء بهذا الشكل اللي الكابتن ياسر شايف ان ما فيهاش اي شيء من التعمد عشان الزمالك يتعادل وفي اخر دقيقه يكسب المباراه كده، مفيش لا مجامله ولا تاثير خالص خالص، الدنيا زي الفل. طيب ياسر، هدف غير صحيح للزمالك قدام الداخليه، والله ما ده تقريبا ماشي بالجدول قدام الداخليه والنتيجه 2-1 للزمالك، كسبنا 6 ماتشات ورا بعض. الست ماتشات فيها كلام. هدف غير صحيح للزمالك قدام الداخليه النتيجه 2-1. نشوف الكابتن الشناوي. وانا عامل بوز اهو، بص ايد مين اللي على الكوره؟ صبحي. بس رجل علاء الشمال خبطت الكوره. بس يعني بسال ما انا جاي لك. بس يا كابتن انا بقول حاجه. انا مش سيبك من رجلي. ليه؟ انا النهارده انا جاي يا كابتن. النهارده انت قلت المبدا ان الكوره وقعت ما بين الاثنين. ماشي. هي لو خبطت في رجل محمود علاء ودخلت كهربا جون. لا. او راحت لكهربا. لا بس دون ان يرتكب مخالفه. ما هو ما عملش مخالفه. طب الدفع اللي دفع هو يا كابتن، ما انا جاي لك بس. النهارده انا دلوقتي رايح اهاجمك وانت بتلعب بايدك، اقوم دافعك موقعك في الارض. ايوه هو ما دفعش. دفع الدفع ده خطا. طيب بس هنتكلم من وجهه نظره. على فكره من وجهه نظر كابتن شناوي، بص يا كابتن، ان هي جريت منه. انا شايف يا نفسه. كابتن احنا عايزين نوصل لحاجه، ان لما اكون بتنافس معاك على الكوره عندنا في ايكوال شانسز، في يعني منافسه بين الاثنين، عادله بين الاثنين، ما ينفعش ان يكون في خطا. طبعا. بس هل النهارده انا عايز اقول ان بس صبحي لما قريت منه
هو اللي عمل الخطا ان هو نزل جري يزق الكره من ماشي تحت. ما انا كل ده ما فيش هي دي اللي عملت. طب انا هكلم هسال حضرتك سؤال بس هسال سؤال. الكره وقعت من ايد الجون وانا رايح احط رجلي رحت خابط الجون وخدت الكوره فاول فاهم خدت الكوره ما خدت الكوره الاول ما انا خدت الاول جول. طب ما دي خدت الكوره. لا ما خدش الكوره ليه ما خدش الكوره ما خدت الكوره صبحي اللي زق الكوره. لا لا انا بتكلم بمنطق تاني. صبحي عمل الموقف ده بعد ما وقعت من ايده جريت منه لما جريت منه رمى نفسه على الارض عشان ينقذ الموقف في الالتحام مش محمود علاء لما تشوف في الاول لو محمود علاء مكمل جري من غير ما صبح يرمي نفسه على الارض انا شايف يا كابتن يا الكره دي وقعت من ايده القرار النهائي يا كابتن شناوي عشان وقت الكره دي يا كابتن الكره دي يا كابتن شناوي لو اتحسبت 20 19 مره جول دي حاجه انا عايز اوصل لحاجه ان الكره النهارده وانس ان هي وقعت ده ننسى انها وقعت من ايد صبحي الكره بقت في شكل جديد صح. في مكان جديد بتنافس جديد صح. وهذا التنافس يكون عادلا التنافس دلوقتي بالشكل ده محمود علاء لم يكن يتنافس بشكل عادل مع صبحي يعني كره يعني كره ايه يا كابتن الكره فاول على محمود علاء انا شايف نورت المحكمه كابتن ايمن كابتن بشكرك كابتن وحازم شايفها ايه كابتن ايمن شرفتونا شايفها جول من المرات القليله اللي اشوف كابتن ايمن يونس يعني بهذا الجدل لان المساله يعني غريبه يقول لك هو لو كانش اترمى ما كانش اتخبط هو المفترض ان الجون ما يحاولش يمسك الكوره ده القانون بيقول لو الجون حاول يمسك الكوره ما حدش يلمسه هو اللي يبقى فاول عليه منطقه الحمايه فده واخد ركبه في وشه نطرته جوه الجون عشان بعد الكوره بعد كده تصطدم وتروح لكهربا يحطها يعني هي لما راحت لكهربا كانت نتيجه ان خلاص صبحي بقى اوت اوف بلاي اتعامل عليه فاول نطره جوه الجون فالمدش في فاول صريح بالمنظر ده يحصل عليه جدل يعني والنتيجه 1-1 يعني ده جون مكسب ده جون ثلاث طب امال ايه طب انا هقول لك على حاجه قال ان الحكم ممكن يكون ما شافهوش مش في حاجه اسمها الحكم الخامس والسادس والسابع والحاجات اللي بتبقى واقفه ورا الجون يعني الحكم اللي بيحط اللي بيبقى واقف ورا الجون هو فين لا ملوش دعوه لا الحكم الا اذا حب يعمل مشكله للفرقه اللي طبعا هم ما بيحبوش غير للنادي الاهلي يلغي لك جون يتحشر في كلام ما يحسب لا يعني ده احنا خط ما يحسبلكش بينالتي والراجل هنا الاهلي اللي بيتجامل بقى وكل ما اتكلموك يقول لك ده الاسماعيلي الاهلي ما 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 اتلغى له جون ملوش علاقه بالفاول في نفس اللحظه كوفي كان بيجيب جون بنفس الاسلوب للمصري وبيتحسب في نفس اللحظة في المباراة في نفس اليوم فالمسألة يعني بس هو على طريقة نادي القرن هو الكابتن الشراوي عايز يوحي ان والمجاملات القادمة يعني هو ما بقاش بيتكلم على احداث ده هو بيتكلم خلي بالكم يعني شوف التحريض على الاهلي وصل لايه وحتى في ضربات الجزاء جنش بيصد ضربة جزاء مؤثرة جدا في مباراة الزمالك والجونة بصوا شوفوا تحرك جنش بره اللاين بقد ايه متقدم قدام الانتاج الحربي سوري قدام الانتاج شوفوا متقدم على الخط قد ايه والحكم وهو شايف وكله اتكلم بعدها وقال كان لازم انت تتعاد والكره الكره لسه ما اتلعبتش وشوفوا هو مكانه فين قدام وعلى فكره جنش بيعملها كتير في ضربات الجزاء وعلى فكره ولا حد بيعد على فكره في سبب ولا حد بيستوقفه في سبب ده. اخر لاعاده الضربه لعيبه الزمالك دخلت لا هو كمان الخطا الفادح اللي استفاد منه انك انت كده المسافه غير قانونيه الحارس يلتزم الوقوف على خط المرمى اتفضلوا شوفوا دلوقتي والكره ما اتلعبتش هو قدام قد ايه لهذا جنش يبرع في ضربات الجزاء لانه بياخد خطوتين بيضايق عليك الزاويه خمسه لعيبه داخلين قدام الحكم وهو شايف بعينيه ان الحارس قبل ما لاعب الانتاج الحربي ياخد اللعبه بره الخط بقد ايه وبتعدي عشان في مجاملات للاهلي شفتوا ازاي طيب الثانيه اللي بعديها مباراه الزمالك والجونه قبل تسديد الضربه اهي شوف برضو نفس الحكايه اتفضل شوف جنش فين الكرة لسه ما اتلمستش القانون بيقول ولاعيبه الزمالك في كل اسباب اعاده الضربة كانه اللي قدام الحكم ده هو القانون بيقول لك مساوي للي بيلعبها بص مساوي للي بيلعبها
تقريبا جنبه يا سيدي اللعيبه قدام الحكم. استاذ ابراهيم هم بيعملوا في هذا الخطا صوره متكرره بيكرروها ليه؟ لاطمئنانهم ان الحكام مش هيعيدوا ضربات الجزاء لو جنش صدها بالظبط. يعني بص الراجل هيلعب معاه الضربه وهو التاني اهو هو اللي استفاد منها اللاعب اللي تداخل الاقرب للكوره هو اللي انقذها ما اداش حتى اللاعب الحق القانوني للاعب اخذ الضربه انه يتمكن منها وقدام الحكم. بس عارفين في مجاملات للاهلي. طيب وضع الاهلي اتقال برضو من الحاجات المضحكات، مع الاهلي ليه ما لعبش في الدوري والجونة والترجي بيلعب في تونس وقت ما الاهلي كان عنده مباراه مع الوصل الاماراتي، وكان الاهلي كان لازم يلعب مع الوصل الاماراتي وفي الدوري كمان بالمره. الكلام ده استفز زميلنا احمد اسامه فعمل على قناه اليوتيوب مقارنه بين هذا الوضع وذاك نشوف. وليس وصيف الاعلام الزملكاوي في الظروف العاديه سواء المرئي او المسموع او المقروء او حتى بجهات الزمالك على صفحات التواصل الاجتماعي، واللي كان صرح امير مرتضى منصور ان تقريبا الاداره هي اللي بتوجهها، بيحاولوا بشتى الطرق ان هم يعرقلوا مسيره النادي الاهلي في خساره بطوله كبيره. ايه اللي ممكن يعملوه؟ بالفعل اتوحدوا جميعا في الضغط على اتحاد الكره المصري من اجل ضغط مباريات النادي الاهلي المؤجله، رافعين الشعار المعتاد اشمعنى النادي الاهلي. طب انت عارف الترجي كان مشارك في نفس مجموعه النادي الاهلي. تمام. كان مشارك في نفس مجموعه النادي الاهلي، تمام؟ تمام. وحتى النادي الاهلي طلع اول مجموعته والترجي الثاني. والنادي الترجي كان مشارك في البطوله العربيه ولعب مع الاتحاد السكندري رايح جاي. تمام؟ تمام. الترجي خد بطوله افريقيا. والاهلي لم يحصل على بطوله افريقيا. صحيح. تمام؟ اتحاد الكره التونسي اجل ثلاث ماتشات فقط ل الترجي. منهم مباراه اتلعبت امبارح قبل ماتش المنتخب بيومين. صحيح، وكسب فيها ثلاثة. بقى عنده ماتشين مؤجلين فقط. صحيح. تمام؟ ايه اللي وصل ان احنا نأجل 9 لقاءات وكاس مصر، يعني انت بتتكلم في 10 لقاءات. ايه اللي وصل ده؟ هل كان هناك داعي للتأجيل بعض المباريات؟ لا. كان ممكن بدل ما يبقوا 9 يبقوا 4. صحيح. تمام؟ لكن حرصا من اتحاد الكره المصري على توفير افضل سبل الراحه للنادي الاهلي، ممكن مثلا ماتش بعد اسبوع ما لعبش، ماتش بعد 8 ايام ما لعبش. وده اللي كان بيحصل. ده طبعا جزء من مداخله الكابتن خالد الغندور، واللي متابع كويس عارف ان كابتن خالد الغندور ما هو الا مردد لكل ما يتم تناوله على بجهات الزمالك في صفحات التواصل الاجتماعي. كابتن خالد الغندور دايما بيحاول يطرح الاسئله ودايما بيحاول يعقد المقارنات، والمره دي عامل مقارنه مع الترجي التونسي ظنا منه ان المقارنه منطقيه. النادي الاهلي وصل نهائي افريقيا، نادي الترجي وصل نهائي افريقيا، النادي الاهلي له 9 مؤجلات، نادي الترجي له 3 مؤجلات، اذا في مجاملات تمت لصالح النادي الاهلي. او السؤال الطبيعي اشمعنى الاهلي 9 مؤجلات في حين ان الترجي التونسي كان له 3 مؤجلات فقط لا غير. السؤال بصراحه يبدو منطقي للوهله الاولى، ولكن الاجابه عليه محتاجه انك تكون بتبحث وانك تكون على الاقل بتحاول تفهم ليه الترجي لعب له 3 مؤجلات فقط لا غير. لان ببساطه الترجي او الدوري التونسي بدا في 22/8/2018، يعني بعد بداية الدوري المصري ب3 أسابيع اللي بدأ بتاريخ 31/7/2018. ومش ده المهم، المهم ان حتى تاريخ 9 نوفمبر 2018 وهو نهائي دوري أبطال أفريقيا، الدوري التونسي اتلعب منه 7 جولات فقط لا غير. فبديهي جدا لما الترجي اتأجل له 3 مباريات هو اكيد اتأجل له 50% تقريبا من المباريات اللي كان المفروض يلعبها، على عكس الدوري المصري اللي اتلعب منه 14 اسبوع، النادي الاهلي لعب منهم 6 اسابيع. فبالتالي بديهي ايضا نسبه وتناسب ان النادي الاهلي يتاجل له 8 مباريات، اذا وضعنا في الاعتبار ان النادي الاهلي لعب مع الوصل الاماراتي مباراه الذهاب، ودي كانت مباراه اكثر من مباريات الترجي في البطوله
العربية، لكن ده بيجرنا للطرح اللي كمان الطرح في الحلقة، هو ليه النادي الأهلي أو ليه اتحاد الكرة ما حاولش يضغط بعض المباريات للنادي الأهلي وهو بيلعب بطولة أفريقيا بحيث يقلل عدد المؤجلات بعد البطولة عن 9 أو 8. ده طبعا هيجرنا لدراسة الفترة الزمنية من بداية الدوري لنهاية دوري أبطال أفريقيا، يعني من 31/7/2018 وحتى 9 نوفمبر 2018، تقريبا 100 يوم في تداخل بين الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا. لو حسبنا عدد مباريات الأهلي في الفترة دي هنلاقيهم 18 مباراة، ولو ضفنا ليهم مباراة تاونشيب اللي اتلعبت قبل الدوري بيومين فقط لغير بتاريخ 28/7/2018 يصبح النادي الأهلي لعب تقريبا في 102 يوم 19 مباراة قبل ما توصل للمعدل. انت قارنت بالترجي التونسي، فتعال انا كمان اقول لك مباراة الترجي التونسي في نفس الفترة من 28/7 ومباراة كامبالا سيتي في دور المجموعات وحتى نهائي دوري أبطال أفريقيا تاريخ 9 نوفمبر 2018، هتكتشف أن الترجي التونسي لعب 15 مباراة، يعني أقل من النادي الأهلي بعدد 4 مباريات. يعني حتى لما لعب الثلاث مؤجلات بتوعه ما كانش قدر يوصل للعدد اللي لعبه النادي الأهلي في الفترة من بداية الدوري المصري حتى نهاية دوري أبطال أفريقيا، وده بمؤشر يؤكد أن الأهلي لم يكن بيلعب بنفس الأريحية اللي لعب بها الترجي بطولة دوري أبطال أفريقيا. طبعا احنا ليه بنجيب شبابنا المعني بالإحصائيات والمعني بالحقائق؟ نتمنى ان يبقى في اكتر من حاجة موضوعي، وان يعني يدق يعني ينقب داخل الأحداث ويستخرج الحقائق ويرد بيها، ونوعدكم أن كل ما يستحق النشر سوف ننشره بمنتهى البساطة، لأن أنتوا الجيش القادم للدفاع عن النادي الأهلي، ودوركم ينبغي أن يكون يعني واضح، لأن التاريخ قد يعبث به، فأنتم المؤرخون. طيب إحنا بنرد على جزئية أصله لجنة اتحاد الكورة، لجنة الحكام ولجنة المسابقات بيجاملوا الأهلي. لجنة الحكام عرفنا لجنة الحكام جملة الأهلي إزاي السنة دي، فإنه عملت كل اللي انتوا شفتوه للزمالك، بس عملت كمان حاجة للأهلي أعتقد محدش ينساها أبدا. فاكرين الأهلي والإنتاج الحربي؟ فاكرين الحكم الخامس اللي كان ناقص ينزل يلعب الكرة؟ فاكرين الحكم وهو قصاد اللعبة وحط الصفارة في بقه؟ أهي اتفضلوا، ده علشان لجنة الحكام بتجامل الأهلي. ومين هو؟ ابراهيم نور الدين. ابراهيم نور الدين العظيم. ابراهيم فضلوا. نور الدين اتفضلوا، ايد ورجل وظهر وكتف وجايبه، وابراهيم نور الدين جاري وحط صفاره في بقه اهي، وهيصفر لكن شيئا ما منعه. هو ايه يعني ابراهيم نور الدين اللي حسب دفعه كهربا للمدافع ومن بره حسبها ضربه جزاء؟ هو نفسه ابراهيم نور الدين اللي ما حسبش دي. شفتوا لجنه الحكام ايه المجاملات دي بتجامل الاهلي ازاي؟